السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمل بنس من جديد في فيديو جديدة. اليوم باش نتحدثوا على تأصيل الناشئة في الهوية العربية الإسلامية. دونك فما قام جدال بين المنجر الرحوي وهو يمثل الجبهة الشعبية اليسارية الماركسية وكتلة من حزب النهضة الذي نص على تأصيل الناشئة في الهوية العربية الإسلامية، وحسب المنجر الرحوي النهضة عطلت تمرير قانون رياض الأطفال لأنها حبت تضيف تأصيل الناشئة في الهوية العربية الإسلامية. بالنسبة لي حاجة خايبة على الأخر، يعني الهوية العربية الإسلامية هي دعشة وتطرف. نخليكم تسمعوها وبعدها نحكيوا مع بعضنا. يقصد برياضة الأطفال على معنى قانون المؤسسة التربية التي يؤمها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و6 سنوات، ويتم فيها التعهد بهم تربويا بما يساهم في نموهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي من خلال تنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلائم مع احتياجاتهم النمائية. في وش حاجة؟ في وش إشكال؟ ما فيش الهويه. جي حركه النهضه في اللجنه تبدلوا بالتصويت، يبدلوا المغربي لانش تصويت اللي تم عليه الاغلبيه نتاع النهضه. يقصدوا برياضة الأطفال على معنى هذا القانون. لا لا لا، عطينا الإضافة. توا هذا الفصل ريتو كيما جاء في وش حاجة. في شيء الهوية. يقصدوا برياضة الأطفال على معنى هذا القانون، المؤسسة التربوية الاجتماعية التي أم الأطفال كذا على محبة الوطن وثقافة حقوق الإنسان والاحترام بالمبادئ وقيم التسامح ونبذ العنف والكراهية والتمييز وتأصيل في هوية العربية الإسلامية. معناتها فتح كذا شيء معناها بالنسبة لي يلزم من رياض الأطفال القانون اللي باش نربيهم على نموهم الذهني والبدني والنفسي والحركي يلزم ندخلوا لهم الهوية ومسألة الهوية ونقعدوا في معركة الهوية. بالنسبة لي هو ما عندوش حاجة أخرى غير هذا، ما عندوش حاجة في تونس، ما يعرفش أن الهوية هي تاع المنسى الكل. يا منجي تناقشوا طايحة في الفخ لأن الهوية العربية الإسلامية مشترك. كيف؟ ما عندي حتى حد شبيه. كيفاش بدنا؟ خلي الناس على النحلة. منجي تناقش في الفخ تقول لي أنا كنت دونك في انسان متناقض، يعني الهويه العربيه الاسلاميه هي مشترك توانس الكل، اما في الاخر قال هي منبثق للدعشه وللتطرف. يعني ما نساش الدعشه والتطرف من جهه اليسار الاستئصالي، يعني عامل حمله اسلاموفوبيه ما عمرها ما صارت في تاريخ البلاد ضد المسلمين والاسلاميين. دونك نحب نعرف هل الطفل في تونس عنده الحق في التعريف بنفسه، عنده الحق في تأصيله في الهوية العربية الإسلامية مثل كل الأطفال. كل الأطفال في العالم في أي بلد الطفل متأصل في الهوية الوطن بتاعه. ناخذ البرنامج المدرسي في فرنسا، هذا برنامج الأدب الفرنسي في كلاس دو بروميير. كلاس دو بروميير دونك سي ليكيفلون تاع سنة السادسة ثانوي. شو نشوفو؟ نشوفو باغ اكزومبل الفن التشكيلي اللي جاي من الاغريق، من الادب الاغريقي. الادب الاغريقي هي يعني تأصيل الفرنسي في هويته الاغريقية. عندنا ايضا لو بورتري دو ماري، تأصيله في الهوية المسيحية. عندنا لي بويت ارتور رامبو. عندنا باغ اكزومبل البير كامو ان رومانسيير فرونسي. يعني عندنا يعني كل برنامج الادب الفرنسي متاصل في الهويه الاغريقيه اللاتينيه الفرنسيه. نشوف نلقاو دي تيكست دو اومير، لياد، نلقاو دي تيكست دو لينييد، دونك كلهم دي تيكست اون انسيان غريك. نلقاو الادب المسرح الكلاسيكي، جون راسين ومولير، كله ادب جاي من الاغريق، جاي من الحضاره اللاتينيه. كل الادب، فماش حتى تيكست خارج، فماش حتى نص خارج من الادب الفرنكوفوني. يعني فما عنا برشا ادباء مغاربه فرنكوفيين يكتبوا، ولكن ما فماش حتى نص جاي من الادب الفرنكوفوني المغاربي.
لأنه البرنامج الفرنسي، البرنامج الفرنسي يأصل التلميذ الفرنسي في الهوية، في الهوية الفرنسية الأوروبية. وفي بخلاف دونك بكنا نتكلموا على الرياض على روضة الأطفال، في فرنسا شهر نوفمبر وشهر ديسمبر كونساكري لتحضير حفلة الميلاد، حفلة نويل. يعني الصغار يعديوا نوفمبر دو موا دو سويت يصوروا ويكتبوا كل شيء بالنسبه للافات دو نويل. شهر افريل، شهر افريل في الروضه يسخروه لتحضير لافات دو باك. لافات دو باك هي موت المسيح وانقاذه. يعني الهويه كل بلد تأصل النشأة متاعها، تأصل أطفالها في الهوية متاعها. يعني احنا الهوية متاعنا من كل الهويات هي هوية يعني دعشوشية، دعشوشية ومتطرفة. معناها مش خليوا احنا أطفالنا لقطاء دي باتاخ كولتوريل، معناها من غير ثقافة، من غير تأصل في الهوية. قال شنو الهوية متاعنا؟ دعشوشية وتطرف. سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. يعني كل ما الناس الكل متأصلين في الهويه نتاعهم الا المسلمين، الا ابناء المسلمين. خليهم نخليهم ناس لقطاء دي باتار كولتوريل. قال شنو الدعشه والتطرف؟ موش جاي من المسلمين ولا الاسلاميين، هو جاي من اليسار الاستئصالي. اليسار الاستئصالي اللي يحب يستأصل الانسان من الهويه نتاعو ودونك من الثقافه نتاعو الاصليه. ولا دونك ان فيت حبيت نعمل الفيديو هذا على خاطر فرانشمون سيت فيديو معناها هي يعني تعمل جدال كبير في حكايه الهويه العربيه والثقافيه. سي تري امبورطون الهويه. يعني انسان ما تاصلوش في الهويه نتاعو، انسان يعني ما عندوش حضاره، انسان ما عندوش شخصيه، انسان ما عندوش ثقافه. يعني متاصل يعني تعطيه ثقافه الاخر، والاخر انا نعرف شنو يفهم الاخر، شنو كيفاش يعامل فيكم الاخر. الاخر يعامل فيكم يعني افيك ان كومبلكس سوبريوريتي. فما ناس في فرنسا لي زاراب اي لي مسلمون سون دي سوزوم، ماهمش دونك عباد نورمال، دونك سون دي سوزوم يعني اقل من انسان. دونك فيت يعني تأصل الطفل، تعطيه ثقافة الغرب، ثقافة غربية من غير متأصله في الهوية العربية الإسلامية، سي انتحار ثقافي. يعني أنا واحدة من الناس نحب ثقافة الغرب ونحب الثقافة العربية والإسلامية. الفو لي دو، لي دو سون كومبليمونتير. ولا دونك خليكم اليوم ان شاء الله في فيديو جديد. بالطبيعة ما تنساوش لايكي، ما تنساوش بارتاجيو، و اشاك فوا ان شاء الله نعمل فيديو باش نرد يعني على التفاهات هذية. بالطبيعة احنا منجموش نبنيو انسان من غير تأصيله في الهوية نتاعو، في الهوية يعني منجموش نبنيو حضارة من غير الرجوع للماضي. الحضارة الفرنسية تبنات على الرجوع للماضي، يتم الرجوع الى الادب والثقافه الاغريقيه والادب والثقافه الرومانيه. يعني لي زومانيست نتاع 16 سيك نتاع القرن 16 اخذوا كل اخذوا الادب الاغريقي والادب اللاتيني واستعملوه وجددوه وقلدوه باش خرجوا ادب فرنسي حر. بالطبيعه سي باغي بالنسبه لنا ايضا، اذا باش نبنيو حضاره ناخذوا الادب التراث الاسلامي والعربي ونجددوه ونخليوه يعني تراث اكسيسيبل لا طول موند، باش نخليوه الانسان يعني فيير، يعني مفتخر بالتراث نتاعو، مفتخر بالادب نتاعو، مفتخر بالهويه نتاعو. ولا دونك ان شاء الله مره اخرى في فيديو اخر. ما تنساوش لايكيو وبارطاجيو، ما تنساوش تعملوا دي كومونتير، بالنسبه سي سوجي تري تري امبورطون. ان شاء الله في فيديو جديد، ومعكم امل بنسه، والى اللقاء.